أول شيء نذهب في الآلة هنا إلى ريجستر للتسجيل. بالطبع لا يمكنكم عمل أكثر من حساب واحد. إذا سأمر بسرعة هنا الاسم الشخصي، الاسم العائلي، رقم الهاتف، بإمكانكم وضع رقم هاتف غير صحيح هنا، لا يوجد مشكل. الإيميل ضروري إيميل يكون صحيح، ليس ضروري ضروري ولكن المهم ضع إيميل صحيح. هنا اليوزر نيم أو اسم المستخدم، وهنا ويدراو كود، وهنا العديد من الأشخاص لا يعرفون ماذا يضعون هنا. هنا عليك وضع خمسة أرقام، خمسة أرقام يجب عليك تذكرها، لأنك حين تريد سحب أموالك سوف يطلبون لك هذا الكود. إذا ننزل بعد ذلك إلى هنا، وهنا كلمة السر ثم إعادة كلمة السر. هنا بإمكانك كتابة إيميل، بيبال إذا عندك بيبال، أو بيزا، أو سوري تراسباي اسم مستخدم. بالطبع لغالبية الأعضاء العرب ممكن يكون أن تجدوا بيبال أو بيزا سهلين، سهل جدا. وبعد ذلك نضغط هنا ثم نضغط على بروسي. أنا تسجلت قبل، لذلك سأذهب إلى الصفحة الرئيسية من جديد، وسأدخل مباشرة إلى بعد وضع اسم مستخدم وكلمة السر. هنا أضغط على بروسي. إذا نحن هنا في واجهة في حسابنا، ودائما هنا ترون الصفحة الرئيسية للحساب. هنا أول شيء هنا تجدون الشخص الذي استدعاكم هنا، مثلا استدعاني هذا البوسني. ثم هنا تجدون هذه مهمة جدا. إذا كل 24 ساعة عليك أن تضغط هنا وترى 10 مواقع، لأنك إن لم تفعل، إن لم ترى هذه المواقع لن تستقبل أي نقود من الريفرال الذين ضغطوا. فبالنسبة لترافيك مانسون الربح من الأعضاء المنادى عنهم 100%. فمثلا أنا ربحت هنا، أنا ربحت مثلا في اليوم 0.1 دولار. والديس 93 هذا الذي استدعاني يربح هو أيضا 0.1. أي شيء ضغطته أنا وربحت شيء يربحه هو، ولكن هو لا يربح عن الأشخاص الذين ناديتهم أنا، هو يربح عني فقط. مثلا أنا إذا ناديت أشخاص آخرين وضغطوا على الإعلانات أربح معهم، وهنا تجدون الأموال التي لم أسحبها بعد. بإمكانك السحب عند الوصول 2 دولار في المرة الأولى، بعد السحب في المرة الأولى تمر المرة الثانية السحب على 3 دولار، بعد أن تسحب 3 دولار المرة القادمة تصبح 4 دولار، وهكذا. أنا سحبت عدة مرات، لذلك الآن أقل شيء للسحب هو 6 دولار، لذلك أنا وصلت 8 اليوم، وسأقوم بالسحب أمامكم فقط لكي تروا دليل السحب. بالطبع أيضا هنا تنزلون هذه افيليت، وهنا تجدون الاشخاص المنادى عنهم في بيرسونال ريفيرلز. لن ادخل هنا لان ايميلات الناس التي تسجلت معي موجوده هنا. اذا كل ما عليكم، الموقع ايضا يتيح لك جهه استثماريه، بامكانك استثمار 50 دولار وتربح 55 دولار في 55 دولار. إذا هذا هو المهم في الموقع وطريقة سحب. هنا تظهر لك إعلانات مادية ب0.02 أو 0.01، تكون 7 إلى 8 إعلانات هنا. أنا ضغطت عليها كلها، لذلك لا توجد أي. كما قلت لكم ضروري ستارت سيرفين. هنا كما ترون الوقت 16 ساعة، 16 ساعة. إذا عندما تبقى هنا ساعة سأضغط مرة أخرى على ستارت سيرفين لأرى 10 إعلانات، وتصبح مرة أخرى 24 ساعة، وذلك لأستقبل ضغطات الريفر. إذا لسحب الأموال نذهب إلى ويدرو. كما ترون هنا سأقوم أنا فقط بتغيير بيزو إلى باي بال. ثم ترون المينيموم كاش أوت أو الحد الأدنى الذي أصبح عندي للسحب هو 6 دولار.
أنا لدي 8، لذلك سأقوم بسحب 8 دولار وسأضغط هنا. هذا هو الكود الذي قلت لكم أن تتذكروه. هنا ستضعونه. مثلا أنا وضعت هذا الكود، أتذكر هكذا، ثم أضغط على بروسيد. تم طلب المبلغ كما ترون هنا. عدد الأموال التي قمت بسحبها توجد هنا، 1.7 في الأول 4، والآن سحبت 8.12 دولار. إذا هذا هو كل شيء بالنسبة لموقع ترافيك مانسون. أتمنى أن تتسجلوا بالرابط الذي أسفل الفيديو، وأي استفسار أو أي شيء بإمكانكم أن تضيفوني على الفيسبوك، ستجدون أيضا الفيسبوك أسفل الفيديو. إذا بعدما قمت بطلب الدفع بعد دقيقتين إلى 3 دقائق، الآن الأموال ها هي الآن في باي بال. فقط أريكم الآن 0.12 تنقص، لا أعرف، باي بال ينقص بعد سنتيمات. فقط لأقول لكم شركة باي بال هي من البنوك الإلكترونية التي تحتسب الكثير من الفيزا والتيفيا. لحبذا لو تقومون ب لو 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 ننضم إلى شركة إلكترونية أخرى. والآن أنا أفكر في الانضمام إلى شركة بيرفكت ماني، فهي أحسن كثيرا من باي بال. إذا كان هذا هو إثبات الدفع من شركة ترافيك مانسون. وبالطبع التاريخ هنا موجود 22 في يناير 2015. كل ما علي أن أقول الآن هو السلام عليكم.